بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مثال حتى نوجد الانترست ريت والعدد السنوات. يقول لي عندي سعر لتر الجازولين في سنة 1993 كان 1.707 دولار لكل جالون. وال2005 صار سعره 2.31 دولار بير جالون. بده نوجد الاي الانترست ريت من القانون اللي شفناه، اللي هو بيساوي اف على بي قوة 1 على ان ناقص 1. اف على بي شو بتساوي؟ صار 2.31 كان 1.07 قوة ايش؟ 1 على ان اللي هو 12 سنة، نطرح 2005 ناقص 1993 ناقص 1، فبيطلع معاي 0.662، وبتساوي 6.62%. ما بقرب إطلاقا في الانترست ريت، بضل زي ما هي. طيب let B and F and I are given. هو أعطاني بقول لي find N to be 5 دولار. يعني هو بده متى بصير 5 دولار؟ يعني شو بدي الآن بعد كم سنة راح يصير 5 دولار؟ فشو بعمل F شو بتساوي؟ بي في 1 زائد اي قوة ان، او عن طريق الجداول مثل ما قلنا. فاف معاي 5 دولار، متى بده يصير 5؟ بتساوي البي اللي هي بناخذ اي بي منها، يعني يا بناخذ سنة 2005 أو ناخذ سنة 1993، باخذ واحدة منهم as a reference. أيها بدنا، خلينا ناخذ 2005 مثلا، في 2005 هي الريفرنس، فباخذ البي ايش؟ 2.31 قسمناها، ظل عندي 1 زائد الاي أوجدناها 6.62 قوة ان. فهي معادلة بمجهول منحلها عن طريق اللوغاريتم، فبصير معاي ان شو بتساوي؟ لوغاريتم للخمسة على 2.31 الكل على لوغاريتم الواحد زائد الانترست ريت. هون بنطلع قيمة الان، بيطلع معاي 12.5 سنة. بالسنوات بقرب، لو كانت 12 و4 بتصير 12 و6 بتصير 13، يعني بالسنوات بقرب، لكن بالانترست ريت ما بقرب بالمرة. يعني 12 سنة من 2005 فبتكون ايش؟ 2017. اذا بالسنوات بقرب، الانترست ريت ما بقربش بالمرة. اوكي معي
هون اكزامبل راح نحله عن طريق الجدول. هون قايل لي 4000، هون 1000، والآي شو بتساوي؟ 8% بارير. الان عن طريق اللوغاريتم تطلع معاي 18.01، فمعناها 18 سنة. بقدر اوجدها ايش؟ عن طريق الجدول. طريق الجدول شو بسوي؟ هون مش بقدر اعرف بي جيفن اف، هون الاف جيفن بي عفوا، والبي جيفن اف. ليه؟ عن طريق ايش؟ بقسم الاف جيفن بي، يعني الاف على بي وبتساوي 4، البي على اف بتساوي ربع. بروح بالجدول على اي واحدة منهن، يا الاربعة او الربع. بروح على الجدول على صفحة 8%، بدي اروح مثلا على اف جيفن بي. اف جيفن بي بتكون مثلا هون، هاي اف جيفن بي، بشوف متى راح تكون الفاكتور تبعه، الناتج اللي طلع معاي هون اللي هو الأربعة. مثلا هون طلعت 4، وكانت عدد السنوات قديش؟ 18، وهكذا. لكن أكيد الأن بحساب بالقانون أكيد راح يكون أكثر دقة، لكن الجدول أسرع. هسه ايش الجديد؟ اللي هو finding f given a. شلون بدنا نوجد f؟ هاي حالة جديدة، given a مثلا. هذا الكاش فلو اعطاني عند السنة الاولى والثانية الثالثة الرابعة والخامسة. ايه كانت بتساوي 100 دولار، بدي اف. بما انه 100 100 100 100، فكان ايش؟ متتاليات متساويات، فاخذناهم انه هاي ايش بتساوي؟ ايه. فبدي ايش؟ بدي اف given شو؟ given a. فبروح على الجدول f given a، او على القانون. القانون شو بيساوي؟ f بتساوي a ضرب factor. الفاكتور اللي هو عن طريق القانون شو بيساوي؟ 1 زائد i قوة n. ناقص 1 على i. وبرضه هذا هو نفس الفاكتور. عن طريق الجدول بروح على f given a، ومعاي ال i كانت 5% مثلا. بروح على الجدول صفحة 5%، هاي صفحة 5%. في هون عندي f given b، b given f، حتى نوصل f given a. بنزل لحد ال5 سنوات اللي هم عدد الأسهم 1 2 3 4 5، تقاطعهم هو هذا الفاكتور. فبضرب ال A ضرب الفاكتور بيطلع معي قيمة ال F. لو أعطاني ال F قال لي هون هاي 1000، بدي أوجد A إذا كان عدد A 1 2 3 4 5 سنوات. نفس الاشي برضو عن طريق القانون، او شو ايه شو بتساوي؟ اف مضروب بفاكتور. الفاكتور ها شو هو؟ بدي ايه، فبقول ايه given شو؟ اف. قديش الفائدة؟ 5%. كم عدد الاسهم؟ لما استعمل ايه دائما باخذ عدد الاسهم، عدد الاسهم 5، فبروح على الفائدة 5%. بنزل 5 درجات، بروح على شفت ب A given F. ال A given F
مثلا هون كانت 5%، فهي f given b، b given f، حتى نوصل ل a given f ونقاطع الرقم مع عدد السنوات. اوكي خلينا نشوف مثال. معاي كاش فلو، هون اف بدي اياها، ومعاي عدد السنوات 40 سنة، وكل سنة بدفع 23,000 لحد 40. اذا هون ايش معي؟ ايه بدي اف، معناته بدي اف given ايش؟ ايه لا، 6% معي، اي 6%، فبروح على جدول 6%، بضرب 23,000 هاي بالفاكتور حتى يطلع معي الاف، بساوي عندي كمان هون 6%، والسنوات 40، بنزل 40 درجة، فبكون معاي 23,000 مضروبة بالفاكتور اللي عنوانه كالتالي f given a، بروح على f given a في صفحة 6%، 40 درجة لتحت، بيكون فاكتور معين، فبطلع معاي الرقم 3,559,529 دينار. كان عندنا مثال هذا، هاي بي مش عارف كم، حتى يرجع لي 20,000 لمدة 5 سنوات، هاي 5، هاي 1، 20,000. فشو بعمل؟ معاي A بدي B، ف B شو بتساوي؟ A مضروبة في شو؟ معاي A، فايش؟ B given A الفائدة 15%، given معطية، ومعطاه 15%، عدد السنوات 5، فبطلع معاي ال A اللي هو 20,000 ضرب هذا الفاكتور، بطلع معاي 670,044.